بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مالك الرقاب ويا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب، هيئ لنا سببا لا نستطيع له طلبا. اللهم اجعلنا مشغولين بأمرك، آمنين بعدلك، آئسين من خلقك، آنسين بك، مستوحشين عن غيرك، راضين بقضائك، صابرين على بلائك، قانعين لعطائك، شاكرين لنعمائك، متذللين بذكرك، فرحين بكتابك، مناجين بك في آناء الليل وأطراف النهار، مبغضين للدنيا ومحبين للآخرة، مشتاقين إلى لقائك، متوجهين إلى جنابك، مستعدين للموت. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا. اللهم أوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وادفع عنا شر الظالمين، وشاركنا في دعاء المؤمنين، ونبهنا عن نومة الغافلين، وارزقنا شفاعة سيد المرسلين، وأدخلنا الجنة بسلام آمنين، واحشرنا مع المتقين، وخلصنا من النار يا مجير، وقنا ربنا شر ما قضيت لنا، وقنا ربنا عذاب النار. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم كرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عظم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن سيئات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حبيب التوابين تب علينا، ويا أمان الخائفين أمنا، ويا دليل المتحيرين دلنا، ويا هادي المضلين اهدنا، ويا غياث المستغيثين أغثنا، ويا رجاء المنقطعين لا تقطع رجاءنا، ويا راحم العاصين ارحمنا، ويا غافر المذنبين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم احفظ قلوبنا، اللهم نور قبورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا، اللهم تمم تقاصيرنا، اللهم نجنا مما نخاف يا خفي الألطاف. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذينا ولأصحابنا ولأحبابنا ولعشائرنا ولقبائلنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقنا ربنا شر ما قضيت، وقنا ربنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب يوم القيامة، واحشرنا مع المتقين والأبرار. اللهم بحرمة هذه الأوراد الفتحية افتح لنا أبواب العنايات والكرامات، ووفقنا للطاعات والعبادات، واحفظنا من الآفات والبليات، وبارك لنا في الرزق والعمر والحسنات. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.